اي كان دغيا حتيفا برنو يعني يعمر او يعيش او يسكن أو اللغه السريانيه هي نوعا ما مركونه يعني لا نقول هي ميته لان لا زال الشعب لا زال المتحدثين باللهجات يعتمدون عليها ولا يزال هناك بعض من الكتاب أو من رجال الدين يهتمون بهذه اللغة السريانية لكن أكيد الخطر عليها وارد. قدمت برنامج كروخيا اللي هو الجولة جولات في بغداد ومختلف المناطق يعني يتكلم باللغة السريانية ناطق باللغة السريانية بس الضيوف اللي نصادفهم بجولاتنا ناخذ حديثهم باللغة العربية مثل ما هو.